كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن وجود او عدم وجود نيه لاي اضافات جديده للجهاز الفني الحالي بقياده البرتغالي ايناسيو. كان الزمالك اجرى تعديلات في الجهاز المعاون لايناسيو، حيث تقرر تعيين حسين السيد مديرا للكره، وطارق يحيى مدربا عاما، ومدحت عبد الهادي مدربا مساعدا، فيما افاد مرتضى منصور ان التغييرات التي جرت في الجهاز الفني للزمالك كانت باتفاق مع المدير الفني ايناسيو، مطالبا الجماهير بمساعدة مساندة الزمالك في البطولة العربية.